أهلا وسهلا بكم من جديد في النهار الثاني اللي غادي نصور معكم. هنايا أنا بغيت نشارك معكم الوصفة اللي كانت حضرات معايا هذه 10 شهور. أختي فاش كانت جات عندي كانت حضرات ليا الشوربة الصينية، ماشي بالخفاش وإنما الشوربة الصينية، كتكون صحية ولذيذة بالخضار وبالشعرية الصينية وبالسمك. فلذلك حبيت هذا النهار ندخل هذه الوصفة هذه باش تستافدوا منها. بالنسبة للناس اللي ما كانوا شافوا الفيديو، غادي نخلي لكم اصلا لا فيديو في نهاية الشاشة، يعني في نهاية الفيديو اللي غادي نحط لكم ان شاء الله هذا الفلوغ هذا، غادي تتبعوا حتى الاخير وغادي تشوفوا في النهايه كيبان لكم واحد 4 ديال الفيديوهات اللي غادي يبانوا لكم، وغادي تشوفوا الفيديو اللي غتبغيو تشوفوه. راه فيه غادي نحط لكم الوصفه اللي دارت اختي ديال الشوربه الصينيه، والطريقه دابا اللي غادي ندير انا، لان ضفت عليها مكونات اللي هي ديك الساعه ما كانتش عندنا. فخليكم معنا حتى الاخير. هنا اول حاجه عندي انني كنشعل النار تكون هاديه متوسطه، هنايا كنضيف زيت الزيتون، عندي هنايا البصل اللي مقطع على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، بصله واحده طبعا. عندي هنا لي بواغو انا كانوا عندي في المجمد، هو البورو كنضيفهم تاهما. عندي هنايا الجزر، واحد الجزره كبيره اولا جوج جزرات كيكونوا متوسطين، كتحاولوا تقشروهم وتقطعوا مكعبات صغيره. هنايا كنحاول نقص النار. هنايا هادوك لي زاسبيرج اللي استعملت في سابقا باش حضرت طبق مع الصومون لي زاسبيرج مفورين. هنايا بقى لي داك الفائض كيكون غليظ شي شويه، فخليته وقطعته بحال هكا دويورات صغيورين كما كتشوفوا، باش غادي نستعملوه هنايا، لان هاد الشوربه هادي كل ما كثرتوا فيها الخضر كتجي صحيه. كنضيف القرع، ولو ان القرع يعني هو اللي خاصو يكون اخر حاجه، ولكن لان الخضر خاصها تشحر في الزيت، لان كما كنعرفوا ان القرع الاخضر دغيا تيذوب، ماشي مشكل. هنايا غادي نضيفوه وغادي نخليه الكل كيتشحر. هنايا عندي واحد المكعب ديال البنه اللي هو مكعب المرق اللي كنت من قبل حضرته معكم، غادي نخلي لكم حتى هو الفيديو ديالو في اخر الشاشه. هنايا عندي المعدنوس، غادي ندير شويه دابا وشويه غادي نخليه حتى الاخر باش نزين به الفوق، يعني اولا باش كيجي داك النسمه ديالو طريه كتجي باينه. عندي شويه ديال الفلفل الاسود اللي هو الابزار، غادي نزيدو حتى هو شويه. الملح كذلك غادي ندير واحد شويه، لان ما خصنيش نكثر، لان اصلا المكعب ديال البنه لي المرق اللي كنت صايب حتى هو فيه الملح، الا بغيتو تزيدو زيت الزيتون راه مزيان. هنايا غادي نحرك الكل جيدا، فانا يعني كنحاول ما امكن انني ناكل شي حاجه صحيه، لان كنستمع بزاف للدكتور الفايد صراحه، كيفيدنا بزاف كيفيدنا. راه عندي كثر من كنت ديك الساعه كنتصنت ليه في الراديو، كثر من 10 سنين وانا كنتصنت ليه. هنايا كنحاول نخلي الخضر كلها تشحر، نغطي عليها. هنا من بعد ملي كتكون تشحرات ليا الخضر كما كتشوفوا، هنايا كنضيف صلصه الصويا تقريبا ملعقه كبيره اولا جوج معالق كبار، لان صلصه الصويا كتواتى مزيان مع الحوت، يعني مع السمك او فواكه البحر، وحتى الا ما درتوش فواكه البحر هي كتعطي واحد المذاق بحال السمك.
لذيذه بزاف. هنايا كنزيد واحد شويه، اللي ما بغاش يكثر الحرور ما يكثروش، الا كنتو غادي تعطيو للدراري. هنايا عندي الهريسه اللي كنت صايبتها لراسي، هنايا ديما كنزيد فيها الزيت باش ما تغمرش ليا غير شويه، حيت ضروري انا عندي وليداتي كياكلوا منها. هنايا غادي نزيد خل التفاح واحد الملعقه كبيره. الشوربه الصينيه كتكون فيها واحد المذاق حامض وحار. هنايا كنحاول نضيف الماء، كتشوف خصها تكون مزيان فيها الماء في الاول باش ما نزيدش في الاخر كما كتشوفوا، حيت انا هاد السوبه هادي غادي ندير ديال 3 ايام، ديما كندير ديال 3 ايام لان في الاخر غادي نزيد ديك الشعريه الصينيه. فالشعريه الصينيه كتشرب واخا تكونوا ديجا رقدتوها في الماء سخون تتشرب الا درتوها هادي في السوبه مع ديال الروز انا اللي غادي ندير دابا. المهم انا خليتها على نار مهيله كطيب. هنايا غادي ندوزو فوق نار هاديه. عندي هنايا تقريبا شي 200 غرام ديال الدجاج، حاولت نقطعهم مكعبات صغيره كما كتشوفوا بحال هكا. هنايا غادي نضيف لهم واحد شويه ديال صلصه الصويا غير شويه هكا، شويه ديال الخل باش ما يجينيش عاود حامض بزاف غير باش تصدها فتيه. ندير لها شويه ديال الزيت وندير طبعا الزيت هنا في المقلات. غادي نضيف لهم هنايا الفلفل الاسود، الدجاج طبعا، نضيف شويه ديال الملح وشويه، كنحاول نخلط الخليط وكنديرو في المقلاه باش كيتشحر ليا. حيت هنا عندي النار ناقصه بزاف كنخليه يتشحر على خاطرو. هنايا كنغطي عليه ونخليه مره مره كنحرك حتى كيطيب ليا الدجاج. هنايا عندي الفطر اولا شامبينيون باد ستوله بالهولنديه اللي كنت غسلتهم من قبل وهم منشفين. هنايا كنحاول نقطعهم عباره عن شرائح بحال هكا، شفتوا كتقطعهم على هذا الشكل هذا. شوفوا الدجاج هنايا راه عندي تقريبا طاب، ما غاديش نخليه حتى يطيب نهائيا لان خصني نضيف ليه بعض المكونات. غادي نضيف ليه الفطر، ولان الفطر حتى هو ما كياخذش بزاف ديال الطياب هو والكروفيت. عندي هنايا الكروفيت كذلك، خديت غير واحد العلبه صغيره ديال 150 غرام او 100 غرام. المهم هنايا كان الكروفيت اللي هو بخرنال بالهولنديه والروبيان بالعربيه، كنحاول نخلطهم مزيان بالطريقه هذه ونخليهم على نار هاديه مغطين باش يدبلوا شي شويه عاد باش نعري عليهم باش تنشف منهم ديك الميطه. وهنايا عندي الشعريه الصينيه غادي نحاول نرقدها في الماء سخون باش تطلق ليا باش نقدر نقطعها بسهوله. هنايا خذوا واحد شويه. المهم هنايا مكاتبين يعني الطياب ما كتديش بزاف، كتدي غير بعض الدقائق. حنايا غادي نديروها بعدا في المصايب باش تطلق، لان نتوما كما كتشوفوا هذه ديال الروز، هذه مغايره على داك اللي كنت كنستعمل. هانتوما هذه ديال اندونيسيا كتسمى ميهون، انا شريتها هذه حيت ما بقيتش كنلقى ديك ديال الشينوا، لان السلعه ديال الشينوا ما بقاتش كتكون. هنايا غادي نصب عليها المطايب ونخليها تهبط بالطريقه هذه. هنايا كما كتشوفوا هي ديك الشعريه نزلات ليا، فانا غادي نحاول نصفيها هنايا. هنايا كما كتشوفوا هي استقطرات ليا، غادي ناخذ منها ناخذ الطرف بالطرف وندير لها بحال هكا باش تسهل ليا في التقطاع. الخضر كتكون طابت ليا. هنايا كنجيب هذيك الشعريه الصينيه وكنضيفها
وكنخليها تطبخ من 4 دقائق حتى ل 10 دقائق. هي انا غادي نضيف ليها واحد شويه ديال الخرقوم. ها نتوما شوفوا شحال شفتوا، غير شويه. وهذا اختياري، ممكن تضيفوا واحد شويه ديال سكيت جبير كتقطعوه دويرات بحال هكا هكا كما كتشوفوا، دويرات وبرقي وقي غير شويه. هنايا غادي نضيف ليها هذيك الكروفيت والدجاج والشامبينيون، غادي نضيفهم. بالنسبه لواحد الاقتراح اخر، فالناس اللي ما عندهمش الكروفيت ممكن تعوضوه باي سمك اخر، واللي ما عندهمش الشعريه الصينيه ممكن تعوضوها بديك الشعريه ديال السفه، حتى هذه كتجي زوينه. هاد الشعريه الصينيه اللي اولاد الشوربة الصينيه ممكن يعني تفننوا فيها، ديروا فيها اللي بغيتوا، وديك الشيء اللي موجود هو الاساسي فيها السمك والشعريه والخضار. وطبعا الصويا راه كما كنشوفوا كتكون رخيصه في المحلات، حاولوا تشريوها وتكون عندكم دائما في الدار، مزيانه بزاف وصحيه ضد سرطان الثدي، يعني كتحارب سرطان الثدي. بلس ان الصويا او السوجا تتكون فيهم الزنك، والزنك اللي محتاجين في هذه الوقيته هذه ديال هذا الوباء هذا اللي هو كورونا. فمن ضمن المعادن اللي كنحتاجو هي الزنك، فكتلقاوها في السوجا. وهي غادي ندوز نحضر واحد الوصفه اخرى بالبطاطا اللي كتكون صغيره هذه، المهم خضراء خصني نرميها، لان دائما البطاطا اللي كيكون فيها اللون الخضر عندك وتاكلوها لانها كتكون سرطان يرميوها. ها نتوما صغيره شريناها البارح من الفلاحه، فانا غادي نحاول نسلقها وباش ندير واحد الطبق عاوتاني متنوع ديال الخضر. نخليها تسلق ونرجع من بعد. انا عندي واحد جوج كورجيتات اولا القرع الاخضر كيكون بهذا الحجم هذا، انا خصمته. وعندي هنايا جوج جزرات، تقدروا ديروا حتى ثلاثه. شنو غنديروا في هذا الجزر؟ غادي نقشروا اولا وغادي نحكوا في الحكاكه اولا الممشره الغليظه، وهذه غادي نوريكم الطريقه ديال التقطاع ديالها. وعندي هنايا الزيتون اللي انا صبرته، اللي على فكره هذا من بوعروس من حيينه، تحيه للناس ديال حيينه، ديما كنحييكم. هذا الزيتون ديالي ديال هذا العام، ماشي هذا العام، العام اللي فات. فهو انا رقدته غير في الماء، في الماء والملحه، واحد السنين فات ديال الحامض صافي، وخليته ما بدلت عليه ما لا ما لا والو، باقي مر ولذيد، فيه الحموضه وفيه المروره. هانتوما انا كنشد الكورجيطة على الطول، وكناخذ هذا السكين ديال التقشير ديال البطاطا كنديرو هنايا. هانتوما كما كتشوفوا كنحاول ندير شرائح رقيقه، كنخليهم على جنب هنا. غادي نستمر هكا حتى نكمل الكميه اللي عندي. هانتوما كما كتشوفوا الشرائح ديالي هي هادي هنايا. هاد اللي شاط ليا ما بقاش الدبز معاها، غادي نحاول نقطعها مربعات صغيره. والزيتون غنزول ليه العظم، وغادي نزع ليه العظم، وغادي نقطعو حتى هو طريفات صغيرين. بالنسبه للخضر ديالي انا جهزتها، الزيتون مقطع، الجزر مبشور في هذيك المبشره الغليظه هي هادي، والكورجيت كما قلت لكم قطعتها قطع صغيره. وهذيك الكورجيت بالنسبه لهاد الكورجيت، هاد الطريقه اللي ما عندوش داك السكين ديال تقشير البطاطا ممكن يستعمل حتى هادي، هاد البلاصه هادي حتى هي كتكون كيدوز فيها بحال هكا كتخرج ليه واحد الشريحه. بالنسبه للبطاطا ديالي الصغيره هذيك اللي سلقتها هي كنخليها تبرد، وديك الساعه ندوزو الباقي غادي نمشي نوكل يعني الاول وعاد باش نكملو. هنايا غادي ندوز للمرحله ديال التشحر ديال الخضار والكفته. هنايا عندي واحد الكميه ديال الكفته شي 200 غرام او 100 غرام، كتضيفوا لها المعدنوس مقطع، كتضيفوا واحد شويه ديال الخل. هذه دابا الطريقه باش غادي بحال غادي نتبلها، واحد شويه ديال صوص صويا الصوجا، الملح على حسب الذوق، فلفل اسود او الابزار،
كتحاولوا هنايا كتخلطوا هنا، انا باقا ما شعلتش النار، كتحاولوا تدخلوا فيها ديك الشيء عاد باش كتشعلوا النار. المهم انا راني شعلت النار هنا، كنحاول نضيف ونجيب هكا في الكفته ديال الدجاج حتى كنحس بها بانها يعني تقلات مزيان وما بقاتش خضراء. وطبعا ما نساوش واحد شويه ديال زيت الزيتون، واخا هي غادي تطلق الشحمه ديالها. هنا كما كتشوفوا هو الدجاج تقلى ليا، ضيف ليه مبشور ديال الجزر، ونضيف ليه الكوسه او الزرعه او القرع الاخضر، ونضيف ليه الزيتون المقطع. نحاول نحرك الكل جيدا ونغطي عليهم ونخليهم يدبلوا على نار مهيله باش يطلقوا هكا الماء ديالهم، وعاد ديك الساعه باش نشفو. هنا كما كتشوفوا الخضر ديالي نجات، ماشي ضروري تنضج حتى تولي دابله كاع، المهم نجات ونخليها طيب مع ديك الكفته ديال الدجاج. فانا غادي نخليها تبرد، غادي نطفي عليها النار وغادي نخليها تبرد. وهنا كندوز لتحضير وصفه ثانيه اللي هي الطماطم مشويه في الفرن. كيفاش غادي نديرها؟ كناخذ الطماطم كنقسمها على جوج، بالنسبه لهذيك الدائريه الخضراء كتكون من الفوق، فهنايا كنقسم كل مطيشه على جوج كما شفتوا. كندهن واحد الصينيه اللي غادي تدخل ليا الفرن بزيت الزيتون كما كتشوفوا، وغادي نحط فوق منها هذيك الطماطم اللي قطعت على النص. هنايا عندي الثومه كناخدها وكنقيها كنحيد لها القشره. ملي كنسالي من التنقيه ديال الثومه كنحاول ناخذ الملح وكنديرو فوق من الطماطم على وجه الطماطم كما كتشوفوا، كنوزع داك الملح مزيان. عاود بنفس الطريقه غادي نوزع الفلفل الاسود او الابزار فوق من الوجه ديال الطماطم كما كتشوفوا. وكناخد هادوك سنين فات ديال الثومه وكنخشيهم في كل فراغ كاين في الطماطم. كتعرفوا بان الطماطم ملي كتقسموها كيكون عندك كتكون كاينه طماطم اللي فيها ثلاثة ديال الفراغات وكاين طماطم اللي فيها جوج، فكل فراغ كتخشيو فيه الثومه. بغيتو تخشيو فيها جوج بحال كتغرسوها. وطبعا في الاخير كنضيف زيت الزيتون على وجه الطماطم كما راكم كتشوفوا. فاش كتدخل لينا الفرن كتذوب هذيك الزيت مع الثوم مع الملح مع الفلفل الاسود، كتعطينا واحد المذاق هائل. وهنايا كندخلها الفرن اللي كيكون طبعا ساخن حتى كتشوى لينا. وهنا كندوز للوصفه الثالثه اللي هي واحد النوع ديال المادلين بالكورجيت، كتجي رائعه جدا. هنايا درت شويه ديال الحليب في واحد الزلافه وندير عليها جوج ديال البيضات بحال غادي نطرب اومليت. و هنايا غادي نبدا نحركهم، غادي نضيف عليهم شويه ديال زيت الزيتون كما كتشوفوا، نزيد عليهم شويه ديال المعدنوس ونبدا نطرب بالطراب اليدوي باش يتخلطوا لي العناصر مزيان، كتجيني بحال شي اومليت. هنايا كنضيف عليه هذاك الخليط ديال الخضر مع الدجاج اللي شحرت في المقله، وكنحاول نحرك كنزيد غير شويه بشويه، وكن حتى كن
كندير واحد الخليط بحال شي اومليت، بحال شي تورتيه. هنايا كنجيب المول ديال المادلين كما كتشوفوا، من الاحسن دهنوه بالزيت باش ما يلصقش ليكم. هذا هو الخطأ اللي درت لانني نسيت. وكتجيبوا دوك الشرائح ديال الكورجيت اولا القرع الاخضر، وكتحاولوا ديروا لهم بحال هكا، بحال كتستفوهم بحال شي كويغطات باش كيجيو بحال المادلين. في بلاصه الكواغط كديروا القرع الاخضر وكتستفوا دوك الشرائح، كديروا على الطول شويه على العرض شويه في الجناب هكا باش ما تخرج لكمش ديك العماره من تحت. وهنايا كتبداو ملي كتستفو ديك القرع الاخضر كتحاولوا تتعبئوهم اولا كتعمروهم بهذيك الخليط ديال الاومليت اللي صايب لنا. هنا ملي كنساليو العماره كنحاولوا نديروا لهم زيت البلديه من الفوق اولا زيت الزيتون هكا باش كيجيو شويه ميدمين وما كيلصقوش. ومن بعد كنرشهم بالجبن المبشور او الفرماج المبشور يعني محكوك صافي، وكندخلهم الفران. في نفس الوقت انا كندير في الفرن هذيك الطماطم كتشوى، غادي ندير معها حتى هذه، وطبعا غادي نبدا نراقب باش ما يتحرقوش ليا. وهنايا كنوضع زيت الزيتون في مقلاه، طبعا غادي ندوز باش ندير هذيك البطاطا اللي سلقت هذوك البطاطا الصغيره. فهنايا الا كانوا عندي شي بطيطات اللي كيكونوا اكثر من الحجم ديالهم الصغير كنحاول نقسمهم على جوج وكنديرهم في المقلاه وكنوضعهم فوق النار كيبداو يتشحروا، ونبدا نهزهز فيهم هكا حتى يتحمروا ليا. كيجيو على شكل بطاطا مقليه ولكن بطريقه اخرى، حتى هي كتحطوها في نفس الطبق مع باقي الاشياء اللي حضرنا. هنايا كما كتشوفوا هاد الوصفه ديال القرعه عباره عن مفنس يعني بحال شي مادلينات. ها انتما كيفاش كتشوفوا، هادو عباره عن مقبلات يعني كديروا بحال وحده من هاد المطيشه في الطبسيل، وحده من هادي، وكتزيدوا معاها هاد البطاطا هادي، وصافي كتنوعوا طبسيل واحد كيكون فيه بزاف ديال المقبلات هكا باش كتجي حتى سهله الماكله وكتجي لذيذه. بالنسبه لها الطماطم انتما غادي نوريكم كيفاش كتجي، كتجي مشويه رائعه. ها انتم شوف كي كتجي ما كتكون مخشيه فيها الثومه وكتكون فيها الابزار والملحه والزيت البلديه، كتجي مشويه رائعه. بالنسبه لهاد المقبلات انتم غادي نديرهم انا الورق ديال الالومنيوم، بلات ندير الورق ديال الالومنيوم باش يتقلبوا لي بكل سهوله. هما نورمالمون تيكونوا باقيين سخونين ما خصهمش يتقلبوا، خص حتى يبردوا. اوكي حنا ندير واحد المحاوله، نديرو واحد المحاولة نقلبوهم بحال هكا، نحاولو نضربو هنا باش يهبطو بكل سهولة. واحد جوج مزال، هانتوما كيما كتشوفو. هداك الشي علاش خاصنا ملي تكونو كتفرشو القرعة متكونوش يعني متكونوش تتشطرو، يعني خاصكم ديرو يعني واحد الكمية ودهنوا مزيان هادي بالزيت. انا هذا هو الخطا اللي ما درتش اللي نسيت، راكم عارفين مع رمضان يعني تدهنوا مزيان هادو بالزيت عاد باش كتفرشوا الكورجيت شرائح ديال القرع الاخضر. ها انتما كيفاش كتشوفوا كيفاش تيجيو، تيجيو روعه روعه جدا. بالنسبه لهنايا الطبق ديال التقديم كتحاولوا تحطوا وحده من هادي، وتتحطوا هذيك البطاطس اللي حنايا قليناها عن الطماطم اللي شوينا حتى هي، وكتحطوها هنايا. هنا كيجي الطبق يعني
بسيط جدا ولكن ذو قيمة غذائية كبيرة، وكتجي رائعة جدا صراحة، ولذيذة وصحية كما كتشوفوا، مسائل اللي هي في متناول الجميع وصحية كما قلت لكم. وهذه هي المائدة ديال الفطور ديال اليوم، هذه هي الشوربة اللي حضرت معكم، كما كتشوفوا جات روعة روعة جدا، مذاق هائل وصحية كما قلت لكم. كذلك هذيك الكيش او هذاك المادلين اللي حضرت ديال القرع الاخضر بالخضر، كذلك ديك الطماطم المشوية، كذلك البطاطس، وطبعا بالإضافة للبيتزا اللي كنت حضرت من قبل، فكانت يعني شاطة عندي وما يعني كناكلوها في النهار التاني. كنتمنى الأطباق ديال اليوم تنال الإعجاب ديالكم، ما تنسونيش بالتعليقات ديالكم جميلة كتفرحني دائما، واشتراك والضغط على زر إعجاب، وشكرا، السلام عليكم، صحة فطوركم.